هدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سنعلمكم كيف تربون الحسون وتعلموه اللغة بطريقة سهلة وسلسة، ويخرج لغة كما تريدون. هذا جوال بسيط وقديم، نضع فيه ممري وعليه اللغة المطلوبة. نشغل هذا الجوال ونضعه في مكان قريب من العصافير. طبعا بالانتقال الى الاكل، اكل الحسون، هذا ما نسميه القرطم، هذا القرطم المطحون، وهذا بذر عين الشمس، بذور عين الشمس المطحونة ايضا، وهذه خلطة الكناري، هذه خلطة الكناري، وهذه اوراق الجرجير المفيدة جدا للطيور. نقوم بتغطية العصفور جيدا، سواء كان فرخ الحسون أو فرخ البندوق، نقوم بتغطيته جيدا لكي لا يرى من أين يأتي الصوت. هكذا هو مغطى جيدا، ثم نضعه على الجدار، ها هو بالداخل. هذا طبعا فرخ بندوق عمره تقريبا شهر ونصف إلى شهرين. بعد أن يتم عملية التعليم، هذا البندوق سينادي كالشريط أو كالمسجل تماما. وهذا قفص آخر لبندوق آخر لفرخ البندوق، يمكن تغطيته بقميص وحجبه عن الرؤية لكي يركز في الصوت من الخارج. هذا حسون لغة، هذا حسون متعلم، ينادي كما ينادي هذا الجوال أو الشريط عن المسجل. ما يغرد هذا الحسون؟ تردد هذه الفراخ الصغيرة. لو وضعنا هذا الجرجير لهذا الحسون سنجد أنه سيقوم بتناوله على الفور. انظر، طبعا هذا الحسون جلب كبير ويغني كالشريط تماما، وهو عامل مساعد مع الشريط، إذ أننا نعتمد عليه كروح، والتعليم على الروح يختلف عن التعليم عن الآلة. فنعتبر الجوال أو المسجل أو الممري، ما نسميه الممري، هذه كلها آلات. يكون استقبال العصفور اللغة لها صعب نوعا ما، لذلك نقوم بتغطيته كما أسلفنا في السابق. تغطية هذه العصافير الصغيرة الفراخ توهمها بأن هذا الصوت من عصفور روح، يعني عصفور حي، فتقوم بحفظ اللغة بشكل أسرع. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، لا تنسوا من الاشتراك في القناة ووضع لايك والضغط على زر الإشعارات، والسلام عليكم.